احنا اليوم في الإغاثة الطبية الفلسطينية في عمل يوم طبي لطلاب جامعة النجاح وجامعة خضوري، والهدف الكشف المبكر عن الأمراض. اليوم احنا مدعوين لمشاركة اليوم طبي في جامعة الخضوري مع المؤسسات الأخرى، واحنا ان شاء الله بنقوم بالواجب على أكمل وجه. نحن في جامعة فلسطين التقنية خضوري نشكر الأطباء الأعزاء الذين قاموا بزيارة جامعة خضوري والإغاثة الطبية، ونتمنى بقادم الأيام زيارة هذه الجامعة لتقديم الخدمة الطبية لجميع الطلاب، ونشكرهم جزيل الشكر على هذه الخدمة القديمة للجامعة.